हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे और हमारे पास आके हमारी गेम ख़राब की, सब खुले हुए हैं बोल रहे हैं यूं हमारी गेम ख़राब करके और यहाँ पे आके भाई इश ماذا مشكه هو نفر يجي هنا حديقة وكلا أنا بسوي هنا نار في دور كم قعدوا؟ ما أعرف 10 دقيقة ممكن نروح على طول طيب هم دخلوا الحارة؟ لا ما في يخشوا حارة يجي هنا حديقة كسر رجول أنا لو خش حارة ما بطلع كذاب أقول هنا كلام وأقول هنا كلام لا كل الناس ضربوا عليهم انتوا ايوه فين كلبوا عليهم انتوا بالقرف ما عندكم غير البهتان عند اللقى ما في الا رجف لو عدوك رجل تلقى عن ظلمك يستحي اما الساقط عن قول الباطل صعب انه ينتهى ما نفعكم العري رحتوا البوذا المدينه بالعقل كيف يتصدق قول من طول عمره معادينا هو خنزير وانتو زي خنازير بدون كرامة هالدب الهرم مرم من جسد ورم من الرمامة جدلك كيف تقول انك اصيل وتقول لك لاش لو مو حرام الجدلك يا جلبه هامتي متوطه غير لخالقي تتهمني بالشرك كلامك ما هو منطقي الرمه يدور علي الزله لكن مالقي دام انه فرط بالعزيزه كيف يصدق بالحكي اصقر ما في شي بيننا وبينه بس دامه يماني فوق وعم لازم نكسر له عينه اهل اليمن احرار ولو اختلف الدار واللي يقول اللي قلته هذا بحسبتنا عار يا ذيل الكلبه ما دري من بعد كسرة العين قالوا ما بينه وبين الصقر شي نخوا مني وشافوا جد من الإبكار للعشي بس يرموا كلام ما قدروا يردوا على الحقائق حتى ما كفاهم طول الدس أبو 9 دقائق أنا اللي حذروك اللي يحبوك أنت التقيه بالنسبة لي خادم كل زي جاهل يفتي على فقيه لو ذا الفقيه دري باللي بيجيه ما بجليه أنا العذاب اللي بيدعي ربه إنه ما يلاقيه من الصعوبة توزن بين الكيل صعب بالحيل كلامنا فيكم جلد تترجعوا منه نهار وليل واحد مهدد بالإيد والثاني قد مهدود الحيل والوعد لخلي العرب تقول من الحكمان ذاق اعترف بكسرة العين قالوا نبغاها دبل جابوا معاهم كم رقاصة وعيدان وطبل قالك مسمار لموا خشب ولعوا نار وسط حديقة هنود ولا حق المشوار انتو جلب اضعف من انكم تطبوا حارة اي حارة تمشوا فيها ما تلقوا الا الحقارة في المعلمة الكذابة تنضرب فيكم امثال بنات شيوخ انتو خنتم الرجال بنت الشيخ الاول سوى عصبي ودمه فاير هو بعد الاستخدام يطفوا فيها السجاير بنت الشيخ رودي قال يبغى يسوي انتفاضة عمرك في الراب 2 يا ابني غير الحفاظة فوق هذا طري بين صحباتي يسموه البندل شرالو شروه مشروخ شلش بلاش ما ينشل ما اشوفك عدو لانك ما انت ذيب انت طالب بليد وجب عليك التأديب نفس وضعه يقول لي قم للمعلم وفيه تبجيل انا ولد حارة عارف ان المعلم يشيل يقول لي قم للمعلم وفيه تبجيل وهي قم للمعلم وفيه تبجيل كلب وزن يبغى يقول وزن جيل شال الالف مع الفتحة وحطها تحميلة هنا مخزون اوزان عيب انكم بخيل بجل تبجيله الصيدة قام يتفلسف اشبه قال اسألني وين الفتحة والفتحة جنبه والالف فعماق الفتحة جابها من الاحشاء عادي هو وخوي وكذا جوهم فحشاء قم للمعلم وفيه التبجيل هذا اول الحين مالك الا انك تشيل الصيدة اللي ما يبغى يدعي عمارة لا تدور لي في الزبايل ولا تدور لي فزقة ليش تدور لي فزقة وانت دل مكان الشقة ايوه صح يثمر فيها الجميل يسألني ليش ادور له في الزبايل يوم السبيل لاني ما لقيتك في الأزقة اتوتر المرم وقال لي تعرف وين الشقة عادي ادب بهلك واسألهم وين الزقة ايش يسموها هذه يا شيخ هذا ابو طقة ابو طقة لازم الراب مو بالاقدمية الراب بالمهارة اسف اقدم من الصاروخ والصاروخ يهد عمارة نصب تشرب بس الناس منك كانك بيه مو بالاقدمية الراب بالمهارة انت لا قديم ولا ماهر ولا فيك شطارة شبه نفسه بالصاروخ يقول بيهد العمارة طلع زي العري عذره يستنى الاشارة سيف صاروخ انت مصبوخ الصاروخ يجلي هنا السيف ما يصيبك الا مسلوخ جز الرقاب ما يكون الا بالمواجهة وانا سيف وانت صاروخ تعرض لي
جماعة ضاع رجل اصرف على نفسي طبيعي في الدنيا خد عمرك 30 وللدحين يدك تمد ماما ابغى هذا ماما زوجيني مع حلمة راح تغريني لو تجيني بيبكيني عارفة تبغي تخليني تحسبي كده ترضيني حاملة من كل الربط دحين تبغي تورط في اردافها ويقول لي ما تغريني اسلوبه حريمي يغلط على عمه بعدها يبكي ويشتكيني البندري البكاية اللي نظامه كيني ميني ما يعرف شكل العباية وبده السلبس البكيني مصروف ومدة يد اللهم لا شماتة حتى جوالك اللي في ايدك ما اخذوا شحاتة عيد ميلادي بكرة يلا جيبوا لي هدايا طالع شحات فوق انك ما تعرف شكل العباية هو العراب هذا المهياب هذا العقاب مجرد القاب بعرفه الود دب قال دباب يبغى يطير شبهة الزمالة هالدباب انت وخويك اللي يرفعوا غزالة لا تسوقوا العطالة يا الزبالة وانتوا عالة فجوتين للرجالة قدموا استقالة هيا حرك من هنا يا وات حرك يا بقى تعرف لو العيش وملح وخوة تعرف اخوة دي لو عراب وبيف قوة انت تعرف قوة رام اعرف اخوتك اخوتك ما هي تمام انت حتى تس مني في اللي زيك حرام لو ما هي غدرتك ما كنت بعطيك اي اهتمام مع مين يعني مو مباشر مو مباشر باقين على جزء انت يعني عدائي حولي وانا سبتحهم فاكثر من جبهتين اللي دقيت له خشمه واللي كسرنا له عين تمخضت لي هذه الساحة وطلعت لي ورعين اثنينهم ما كذبت يا حمودي لما قلت الرب في خطر دقتين وككر فكري ويقول لك خكر كتفك هز بعد هذا الدس حنكتلك جراح عبادي خلوشة شعرها طويل انها تحب السادي قلنا لك صل شين سميتهم الزكتين اسألوهم ليش يطرفوا لنفوسهم يحبوا شغل العم استلذوا يوم ادوسهم مازوخيين وانا السادي وانا استلذ في دعسهم لان الرجال فوادي هم فوادي في عصرهم المخنثة ازدهرت وروج الفاشينستات منهم ظهرت المروة من نفوسهم قد انتحرت يذكروا الحفر لو اساميهم عند الناس انذكرت ولد حواري يمين القايد اليونج في تكوادي وجلساتي كافة بيع الشروة عشان واحدة من اني بعد رد اعتبار نزل لسه بالملوم بس بعد قفلة دبل مستغرب لو جاب حكومة اعرفوا نجس خسيس مظهر قولوا للخكري يا شروة هروج معدومة لو ذولا عيال حارة هم علم مخرومة شوهوا الحواري وقالوا انها مسمومة اذا انتوا المخبرين كيف انا اللي اجيب حكومة الخادم لما يحسب انه مشهور يبيع اقرب الناس عشان يزيد جمهور وتي كنت معك رجال وشروة لكن جمهورك قرك دقيت معك نظيف مع اني كنت شايف ويقول لي جمهورك غروك هم اللي طلعوك ولا انت ما يسمع لك الا جمهور لو خيروك جمهوري طاهس قوي شديد صافي الكلب جمهوركم مبزرة يتصوروا بفلتر الكلب جمهورنا لو جاي حتكم يكدكم كد يزودونكم دعس وانا زيدكم جن زمان يواجهون الصيدة والخروج الصيدة يلعب دور الزوج مع البوي يا يوم يا صب العربي لاحقك وين ما تبين يا شروة المخروم انت باهتصاد معاه مديد زي الثقب الأسود يقدر يتوتك يا رودي رذيلتك معاه ممكن تموتك عنده مغناطيس يجرك ما يفوتك الصاحب ساحب هذا يسحبك يمتص قوتك يا أحمد تفتن الرجال وتسأل ليش يجوك ارحم قلوب العزاب من شغل الخكر أرجوك ناصر المكسر ما قصر وغيره فجر لين جبت العار عشان الستر لازم يزوج واللي مو فيني ما يخطيني هم خابرين دربي فلو يباني يعرف كيف يجي وجوه خابر دربك واللي يبغاك بيجيك من باب الخطيئة بلوتك عظيمة كيف ترضى فيك الوطية فينك ما اشوفك انت فينك فينك ما اشوفك انت فينك ما في دق نظيفك صهيوني ترضى فيك الوطية اجل دق صهيوني سلوكك غير اخلاقي احفظ خمسة ساحة قديرة امراض منتشرة حذاري قبل الدخول ارتدي واقع أخلاقي احفظ خمستك قبل ما تحذرهم من لبس الواقي ماضيك وحاضرك يشهد لك بالدعر يا سطل ملوا فيك من قبل كل يوم جاي تلعب دور البطل بعد ما يدسك في الليل أجل حارة الجحوش ينبسبس هرجة فشوش ما تحرك شعر عانتي ولو جو منك جيوش مسوي رجل تستنكر حارة الجحوش شكله صابك الزهايمر من قوة نفض الوحوش البيف منتهي والمشروخ للمدلة مشتهي ودايم شهوة الرجال ملتهي ورندر الذنب عشان فتح انقلب حدث وكذب بنت الشيخ صدني الديوث للوكر سب وام ورايح جاي كل دس سب واهله والديوث ما خدها كاي كل الناس اسمع اهله ينسب ياما تقول دوث ما انشهر عشان رابر انشهر عشان ديوث طرف لحمه الشهي سلاحك السب ما يفيدك معي سلاحك انا علمتك تطير مو صعبانك تفجناحك
السبيل دولة عادي تصور في حارة محارتي تصور في الحفرة وانت عارف اني في القايدي وانت يخرنك علي نباحة سمعني صياحة قلك قفلة وكل الناس تشهد على انفتاحك مرة سبيل وهندوية ومرة كندرة يتنقل بين الاحضان زيه زي اوطى مرة مالك في جدة اي قيمة يعتبرونك مسخرة قامت لستك في السبيل شاف كيف السيطرة جيناها الحفرة الحفرة حطها في القايدي سبيلنا واحد يا هو ضاعت علومك ها لما جتك من ناري نفعة بعطيك اكبر من حجمك انت في الاخير فتحة انت ولد السبيل مالك فيها اي مقر كل ما اسأل عن نفعارة قالوا عندنا الحفر رس الحفر ما هو خطر ولا رجل ولا ذكر مالك مفر من الضرر عبرة لكل من اعتبر تهرج علينا بشكل غير لائق كيف وانت شمال من يوم انك مراهق ما تستوي الرؤوس احنا رؤوسنا شواهق وانت في حكم الشريعة الرمي من شاهق هيا سري لا تحسب انه لك معا ميزان انت انتماءك العلم قوس قزح متعدد الالوان اجري وخبي وجهك قدر الامكان يا وردة البستان مالك بين الرجال مكان مالك بين الرجال مكان مالك بين الرجال مكان